السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى الله سبحانه يكملكم بخير وعلى خير. غبنا عليكم في هاد 4 ايام دابا تقريبا، رحنا لكم شي فيديو. انا كنت عيانه، كنت مريضه، كنت كما كتشوفوا صوتي الباقي مدغلغه عند الرواح، ضربني الهواء والحمد لله. الله يشافي الجميع يا الحبيب، وعند نطلب منكم واحد الدعوه، دعوا لي مع مرات خايبه الشفاء، يا ربي الحبيب يشافيها ويعافيها ويقيم هذا وليداتها بخير وعلى خير، الله يخلي لها الصحه ديالها. المهم اليوم ماشي عندنا واحد الاخت اللي هي راها عزيزه علينا وعليكم حتى نتوما، على داك الشيء دابا ان شاء الله مشي تسخر دار الله. يلا يلا بديت صحيح لكم، لاباس عليكم، بخير صح لاباس ثانيا، وسمحوا لي عبرنا عليكم في هاد الاربع ايام، عبرنا عليكم لان نظرا لان الظروف اللي وصلنا نتوما عارفينها، وحمد لله عليه صراحه ما كيخليهاش الناس بالليل. عامل بحال مشيشات، شنو كيعمل؟ كيقايا النعاس في العشيه حتى لديك جوج د الليل، وكيفيق وكيبيت فايقه، ما كيخلي لها وقت في النهار باش يعمل شي حاجه، تململ ولا حتى حاجه. دابا خصها بالنهار تنعس، خصها بالنهار تنعس باش كترتاح، كتخلي عاود سكينه مره الوالده عاود كتعاونو. المشكله انه دابا ولف لليل، الفات وليد دابا صافي كنزلو كيضربوا له في الارض كيبقى يبكي صافي، كنهزو في يده صافي كيسكت. المهم توحشناكم، شكرا لكم حيت كتسولوا فينا بزاف، وعزازين وغالين عليكم، شكرا لكم، ربي يحفظكم. انتم عزازين وغالين علينا بزاف، والله ملي كنطولوا كنذكروا فيكم، كنقولوا راه كيساينونا نحطوا شي فيديو، غنكونوا توحشونا. خليكم مع مروج اللي ضر معكم، تا توحشتكم بزاف. السلام عليكم حبيباتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، رجعنا لكم فيديو. كما كتشوفوني انا غبرت عليكم بزاف صراحه، توحشتكم، ولكن كما كتعرفوني انا خدامه شويه على الانستغرام، عاود نطلع الانستغرام ديالي كنسيكم شي دائما لايكات لايكات. تحيه لعمتي فاطمه، شوفوا كيفاش رجعت عزيزي عندو البحر كحالة، هذه السيمانه هاد البحر شتي، انا هاد السيمانه بعدا خفت عليكم في البحر ما كاينه، تبرعتوا بالبحر وغدا غنمشي ان شاء الله البحر بصح. قلت لكم دابا انا حليت الانستغرام ديالي، خد دابا الانستغرام بصح، راه حلو الانستغرام هي ومريم، دخلوا عنده. لا بالمناسبة حيت كاين دابا عصريات التصاور هي بالمناسبة، حيت بزاف كيسولوني ويصال عليا باقي صغيرة انستغرام، هذه بزاف الصراحة كيجوني في الخاص، ولكن المشكلة هو أن كاين شي ناس كيستغلوا البنات، يعني فاتحين انستغرام بالسمية ديالهم وأنا ما عارفاش على هيدا، قداش ما تعرفش انستغرام باش حتى تكونوا عارفينه، وحتى المتتبعين ديالي يكونوا عارفين انستغرام ديال مريم ومروة، وهادشي اللي كاين. حنا عاملين راه مع شحال شي 100 كونت بالسمية ديالنا، ولكن واخا حيتك ما طلع لهمشي ما نجح لهمشي، لأن الكونت ديالنا معروف، الانستغرام ديالنا معروف فيه اكثر من 300000، بالنسبه للفيسبوك عاود ثاني راه فاتحين شي 100 باج بالسميه ديالنا، عاود قول شي واحد نجح لهم، لان الباج ديالنا راه عاود ثاني معروف فيه مليون و 200000. كباقي لهم مع البنات عا مريم ومروه، شافوا ما فاتحينش الانستغرام غعاود ثاني استغلوهم، غيفتحوا الكونت بالسميه ديالهم غيطلعوا، غيقولوا الناس اهلا بصح هذا مريم. انا ملي تبعت لديك القضيه قلت لهم فتحوا لهذيك الانستغرام ديالكم انتوما، الفعايل هادو شو اللي كيعملوهم؟ كيعملوهم شي بنات، شي بنات هما اللي كيعملوا هاد الفعايل هادو، كيشوفوا مثلا واحد الانسان مشهور ما عندوش الحساب الانستغرام، ولا وليداتو ما عندهمش الحساب الانستغرام، كيمشيو يفتحوا ديك السميه، كيغتنموا الفرصه زعما باش يطلعوا الحساب ديالهم. والله العظيم ما عرفتش واحد باغي يعيش بواحد الوجه واحد الانسان اخر. المهم دابا خليكم انتم معايا ان شاء الله، نشارك معكم الغدا ديالي حتى تشوفوا شكون ماشي عندنا النهار، ماشي عندنا الضياف. الله على بنتي، الله على هردوشة، الله ضاعت عند العطش، وعلى حرام الموت الموت اخوتي، رجعي بزياش هانتوما انا البصله ما باقيش، صحابنا باقي ايوا مشات مريم دابا الحانوت تجيبها كروكيطات، صراحة على ولادي كيحماق على الكروكيطة، شحال اسمها الكروكيطة عندها في الدن. وجبت هضالة، جبت الطابون باش نعدل الطلان، طولنا بنتي، وهذا السلمون اللي حسب الشلاضة، جبت الاناناس اللي حسب الحام ديالي عند الاناناس والبرقوق، وجبت الطلان وجبت حتى السيرو. المهم هنا شوف لها الوان، هنا ما بغيتش نجيب الخيار، قلت نجيب الفقوس، مع دابا ذقت الفقوس احسن من الخيار، جبت واحد الاناناسه والخاص باقي طري الصراحه، هذا يلاه جابته مرات وباقي كيبش نشتوى كله، والبربا المهم لوبياز الزيتون الخلاط مطيشة سوغيس جعدة. هانتو دابا مريم وإسراء مشاو جاو البصلة وجاو سكينة خدامة كنقطع البطاطا قطعة صغيرة، وأنا خدامة كنقطع الجعدة، أنا دايما الجعدة والبطاطا كنفورهم مكنسلقهمش في الما باش كيبقى ليك المذاق
كما كنقول الفوائد ديالهم اللي الفيتامينات ديالهم كاملين كيبقاو. لساتي كنلقيوها ماشي مشكل عادي. راه ياسوب عليك يا اختي. المهم الحبايب بعد ما قطعوا الخضره كامله عملت هنا البطاطا ورجعتها من تحت هنا عند البركه الطيب ندوبيه الخضراء. دابا نعتل غير الملحه بطلع عاوتاني قطعناها صغيره في الهشوار هي والثومه والربيع وعملت اللحم. دابا نعتل الملحه باش تدينا الخضره ديالنا دي ملحه يعني ماشي ديال السوسه. ودابا غنبداو تبارك الله انت عامر فيه اللحم بزاف هنايا راه ما عاد شاد لك شي دابا هذه. لا عاود نخليها وكنطيح اللحم وطيح البصله عاد هو ملي كتقلى كطاش. اه انتما دابا عملت الملحه دابا نعرف الكنجبير خرقوم ولي بزار ولي بزار وصافي انا عندي واحد الفلاش شحال هذه الصراحه ما عندنا فلاش انا توحشت الصراحه بقى ساعه التليفون على والله ما وقفت. وهنا عندي واحد الضويمه ديال الزعفران شعره انا طحنتها على يدي ونعدل الزيت بلديه اللحم تبارك الله مش حمر ونعدل شي بزاف ديال الزيت صافي. دابا غنغطيها وخليها تقلع على خطر. مالو هذا مالو مال ولدي مالو اي سكوت وحشومه راه المشاهدين كيسمعوك وانت خدام بالغوات. المهم دابا الحبيب ديالي غنخلط الفلان كما كتشوفوا هنايا عندي نص ديال الحليب كنعدل جوج ديال الفلان ديال الشينوا ومعاه ولالا يعني كنعمل الكميه هي كبيره معاه ولالا خفيفه باش دغيا كيعقد لي الحليب. واللي بغى يعدل ما يزينه ما كاينش عنده فلان زايد يعدل ما يزينه. بسم الله عندي هنايا جوج طول ديال الحليب ولكن بقى عندي الصراحه واحد نص رويا اخر علاش باش الكميه بانت لي قليله. وحنا تبارك الله يعني عتكون الدرعه مرا والفلان في هذا باب الصيف كاين فيه الصراحه ما كيكون بارد كاين كثير. والفلان ديال الطون راه خصوصا النادي والفلان ديال الطرون راه معروف كيجي كيجي واعر ما كاينش بحال الصراحه. انتما الحليب بارد كان في الثلاجه. دابا غنخوي هاد الشاطيات كاملين. المهم الحبايب دابا من بعد ما طيبنا الفلان ها هو غلا بالطرون بولالا بالحليب كلشي ديالو. دابا غنجيب الكراميل اللي كيبغي يطيبو في الدار يطيبو. انا هذا جبتو عندي جاهز واجد هو اللي كيبغي زعما طيب الكراميل في الدار. اه بحال اللي كنعدلو انا السكر كيذوب وصافي. ايه تيشريتو معدل هذا. ايوا قلت ما بقيت لا ما هذا مش انا الكراميل بزاف هذا ماشي بحال يا اخو ماشي بحال كيتلقى في الدار هيدا كيكون كيذوب عاوتاني صافي بارك. اه خلينا نعدل شويه هاد الكراميل الله يهديك الراجل. انا حلاوة بزاف ما تزاش عليا حيتاش انا عملتو مسوس ما عملتوش حلو صافي الله يعاود داخل ما صارش واعر. ايه كيف مراحل زين عمار اخر هذا بيكون ديال العيال هذاك بيكون ديال هذا بيكون ديال الضيف خصنا يكون عندنا عامر الله يهدي عامر مسحنا تجي الزواقه فيه هي هذه راه دخلوا الثلاجه حتى يبلع حتى يهوى برد شويه عاد دخلوا الثلاجه عاد دخلوا الثلاجه حيتاش سخون بزاف ومع الثلاجه برد ما مزيانش يصحنا مع البروده. نهار الحبيب واحد الحراره ماشي طبيعي تصوروا كنا كنقولوا عنها ودول البلاد مقدرناش مقدرناش والله مقدر. هنا الحراره هنا دابا هو البحر والهوا شويه مبرد والعين ما كيسكتليش ما بالو كان هاود البني يحمى مسكين عام عفوا قلت له الله يرحمها هو ما كل مسكين درنا مع اختي مع فاطمه سولناها على جو تما قالت دابا بلا ما نهبطوا قالت لنا هنا واحد الحراره خياليه قالت بزاف قالت تبارك الله الحراره زايده بزاف بزاف. فين كتقول فاطمه ديالنا الحراره كنعرف فوق شويه حيتاش فاطمه ديالنا دائما كتقول جبال جبال الحراره عندنا الموزه كنا دابا بلا كنحسوا ما كنقولوا فين هي الحراره شويه وصافي عقمي قالت لي الحراره في هذه اليومين
قاسي حتى نموت ولا فينا جهنم راه جهنم. المهم حبايبنا من بعد ما قينا الغدا الصراحه الغدا ما رجعش المهم الغدا ما رجعش المهم ديال دينا باقي ما وصلوا دابا جبرتنا ماشي نطلعوا على مرات خايفه طيبه مسكينه عملت العمليه على النصرانة الله يشفيها يا ربي الحبيب الله يشفيها مسكينة امين يا ربي الحبيب احنا ماشي مسكينة نطلعوا على الله مسكينة الله تعالى يشفيها ويعافيها اش كنقول لمامك إسراء الله يطلع الشفاء انا كنقول الله يشفيك الله يخليك لينا وصافي مسكينة صافي إسراء البارح ما قلت لها والو والله إلا تصور البارح الصباح مشات مسكينة ما قلت لها حتى شي حاجة البارح مامك ما كان عندها العملية ما كانش في راسها وإذا قلت لها عاد بقى الكيل وصافي تمشي بزاف ديال الحاجات هذيك الشيء ماشي دعاء صعيب هذيك اللحظة فاش كانت في المرة كتعمل واحد العملية اللي صعيبة وكيتسامحوا كتسامحوا هي والراجل وهذا راه كيكون واحد يعني واحد هذا صعيب كيزيد دابا ماما رجعت مزيانة دابا كون عام خير ان شاء الله ربي يشافيك شوف سبحان الله قال لك الخير في المغفرة والله تصوروا دابا كنكونوا يعني في الحفلة ديالنا كاين سعاد جي هذا الشيء شوف سبحان الله قال لك خير فيها خير بحال دابا كنا عاد كنا في الجبل خدامين دابا سبحان الله دراسه شي شيء هذا ما قد دراسه كما تشوفوا دابا الحباب حنا ماشي نطلعوا على فاطمه مسكينه الله يشافيها ويعافيها امين فين محمد علي ويصل فينو فين خباتيه خلينا في الدار وجينا ها خلينا في الدار وجينا ناعس يما ما عندها ثقه حتى وعي لا بالعزيزه وطبيعه الحال كيفاش يما قالت لها وقالت لها حتى الوحيد انا كانت العزيزه في الدار كتخليها معاه لا ما بقاتش عزيزه في الدار صافي كدهزو لا بنات الصراحه الحق يطفى انا بتهلا فيه ولكن ماشي بحال خالتي يا خالتي هذاك وهذاك قريب يعني ما الوالده مسكينه ما كطلقلوش عزيز عليها بزاف ماشي مسكينه غادي يمشي انا من خويا الناس تاع واحد الغطاء قال ما خليه في الارض خليه في الارض انت وياه طلع في الاسانسور دابا مع الاسراء الوالده هي ووصل طلعوا المهم الحبايب كنتمنى منكم دعوا معاها ما تخليش فيها ان شاء الله يا ربي الله يشافيها والله يخليها وليداتها ويقيمها لنا بخير على خير يا ربي الله يشافيها يا ربي الحق قال لك دعوه الغريب مستجاب ابراهيم واش اخبارك كذا استخا ابراهيم جبرنا مع يما هنا عاوتاني هي بيت مسكينه هنا يا الحمد لله العمليه البارح الله يشافيها الله يشافي كل مريض يا رب العالمين امين ها انتم الطيب ديالنا جاوا مرحبا بكم وخاصه ديري بكاع خاصني نضرب من العشاء مرحبا بسعاد مرحبا بلبنى مرحبا بنادر كما كتشوفوا دابا تلاقينا بكم اختي سعاد اختي لبنى مرحبا بكم تلاقينا في السبيطار عند مرض خايف ونهار في هذا ويصل عزازين عليها ملي كتجيو عند الله لا تزعل الله يعزز عليكم والله شكرا لله الله يعطيكم يلا مرحبا بكم يلا زيدوا مرحبا طلعوا من فوق لا دخلوا من هنا لا لكن شي حاجه لا عندها الحق دابا هذه رجعت السكنه ديالي انا انا لك الله يحفظك حنايا انا دابا ترجع والبيت انا هنا من نهار دنفس جيت لي هنا بقيت هنا انت اي اي جايه فقصه العسل وخاطرك سمع سمع على قريب بس يا الله كذا وحشتك شو ادخلك لطيف ادخل شو ليت هذه العيال العيال شو تقول هاي هاي وحيدو هذا شو عاد مصالح اليوم يلا زيد الصباح انت اللي زعلان شوف اختي شوف انت شي حطاره معنا ديالي واه
فاطمه الزهراء يا تا هي هنا العفريت عاوتاني شفنا انا كنتبرد نبرد انا وجليسه ها هنا ميريندا نعبروزين بصح تفاجاتي فيه غبتي على عاسي من جبرتي تبدل يا بارك الله الله ما بين فاطمه جبت البالي الخضر اللي في البيت خالتي يا عم الشبكه جيب هذا مين بدا واحد بيعبد هنا تبع العدل العشاء ديالنا صراحه وانا فيهم الجوع ايوا يا صغير باش نخلط هذه دابا ما بقاش هو نعدلو واحد الطبق في الشلاضه ونعدلو جوج بصل ماشي مشكل دابا حنا نحطو في الطبله الاولى ما نتو مجموعين بصح الحمد لله اليوم شويه البارح كنت تمام عيني كنت مشيتي عند الله هذيك عدلت لها وصل الخل ولا باقا؟ فين؟ ما عملتلاش الخل. صافي عملنا عين المايس والذرة. المايس والذرة. والربيع. عملنا عين المايس والربيع والخال و مليحة. مليحة وصافي. عدلي فاطمة الزهراء على الراس الكبير. وطي آخر. هذا كيشطح. حلو بيا الصراحة قلبت السوق كامل كلشي ما عندوش عين برتا هذي كبيرة. علاش كبيرة ما كاينش. دابا نجيبو الكروكيطات ديالنا كحيد هاد منين اجينا نطلعو غنيه خاويه ايوا سبحان الله بنادم ويكون يدخل له غنيه خاويه حتى ما يكون طابسي دابا صغير ما كيعرفش يدخل هاد المره دابا كنا قلتي العشاء والزربه انا العشاء حدوره لا دابا عن اخو كل شيء عن عمر كل شيء زعما تجدوا بلاصه باش يجيو ها ما عرفتش في الاكل ليه ما عرفتش في الاكل شو تفكر له هاي شو تفكر له انا حجي لكم لازم تنزل نهز الحمل لوليا عندنا في المريقه هذا عادي اوكي جا خرج لي هذا الشيء خير خلينا نعكم انا بالجميل معاك بس باش ننزل الشلاطه زيد يلا ارون يا ما تنادير يلا دابا تليفون هاي التليفون ماشي تعشى ها يلا شكون خصو بومس عمر النص نص نص يعني النص في الكيسان نخلطو اللي بغا شي حاجه بزاف صافي ديك الشيء اللي ثلاثه هيدا النص بسم الله فرد عليا الخضر اها بسم الله فاطمه الزهراء جديد ياك بزاف دغمي راه جات واعره لهاد الحاجه تفكروا بلي نمشيو في الصباح نجيو مشي حقا تفطروا معانا اللي في الدار بحال هذا ساعه ما نخدموا بلي لا والله كان باقي ساعه ما نخدموا ما ردموا تشب تشب انت قاعد قال انا نوزع اخي يلا عندي وما صلان ولكن خسر اجي نقول شي صبر ما عملتيش الكراميل بزاف لا عندي الكراميل عندي الكراميل اجي لبنيها في قدام يا عمري ياك تعدلوا عليك شفتي كيما المزيان وجا صافي روح المول هنا ثلاثة المولات واقيلا ثلاثة جات المول واعر كيف حقروا عليه انا حقروا على عزيزة ديالي انا جلست بلا لبنيها الموز جيبي روح الموز لايك روح قول هذا
اجي غزال والله. ها انتم مسكين كيشطح بحدوها.